السلام عليكم احمد وشونج اكس بونج، مقطع جديد. مقطع اليوم يا جماعه تحدي من العيار الثقيل مره. تحدوني في البث المباشر افوز جيم بدون اي سلاح، فقط هيلي. التحدي كان صعب جدا، واللي صعب ان نقعد بالدقائق نبحث جيم عشان نتاكد ان السلك مو معنا. السلك كانوا يخربون ولا يبغون نفوز بالجائزه. كم الجائزه؟ $500. التحدي كان مره صعب، وحاولنا قدر المستطاع نسوي اللي علينا، لكن بتشوفون ايش صار. اتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسى لايك والاشتراك ومشاهده ممتعه، واكتبوا لنا تحدياتكم يا جماعه، وتابعونا في البث المباشر تعالوا اذا تبون تشوفون زي كذا. شكرا لكم، السلام عليكم. الضغط اللي جو سووا لي السلك، ما بالك انك جالس تضغطني الان وانا قاعد احاول قدر المستطاع اني اطلع البث هذا وانا كاسب منه دونيشنز، ولا ترى ما اكسب من البث الا الدونيشن. السبسكرايب فايتي منه وانتم بكرامه، ما يفيدني سبسكرايب، تويتش كله يروح لهم. فيصل من ياكله؟ فيصل من يعطيك فسحه بكره؟ واحد يا فيصل، انا ما قلت لك لا تطاق مع احد. مش عزوله ما طقيت معه، غش علي. يا رد خلوه يموت، ما حد يقدر يطول حالك. خلطني الله ما خلي اخوي جايك جايك. نبي اخشى ناصر خش عليه في البلاي زي المجنون. زيد وفيصل لا تتوتروني، اتشوا معانا بسرعه، ترى لازم يكون اربعة جنب بعض. قبلنا ناس بالله، اخوك بزر انا قاعد معاه عشان ما يضيع. خلنا ننتظر اخويانا، ما نبغى ناس تشوفنا، فهمت؟ اثنين ما نقدر نفقع، نبغى لنش حق الزبنه، لازم نفلل. لازم نشر معلنش صح؟ ايوه واحد حق الزبنه وواحد حق الغبنه. معليك يعني لازم نروح للزون. فيصل زيد زيد اترك الشات. ماني قاعد اناظر الشات، انا كنت اشرب بكسلد وانتوا رحتوا على طول. مره البارد هذاك. فيصل اقسم بجلال الله لا انزل لك الاماغط، هذه فلوس ما تعرف فيها اخو ولا اخت. يا الله يا جماعه معليش، انا ادري فيصل ما له دخل، بس عاد هو كان اقرب واحد. اذا قدام الناس بحط ليش نسبن. اوكي احمد نروح المدينه ذي، نصيد. يلا بلاش بحط ليش. ايش رايك؟ اتوقع انه وقتها المناسب. دولي معلقين ينادون. بحط ليش تعالوا معي يلا حط اربعة فوق زيادة شوي. ها احمد لا يكفي الاكسون. اسرع قاعد ورانا هم امشوا معي امشوا معي فقعت. بسرعة يلا. ثلاثة ايش دول يلحقون ده يا رب. اسكت ادكم برا الزون يا عيال، ادسوا برا. صوت ادسوا برا الزون. اخذت الهليكوبتر احمد اجيك. مر العيال يا لهم. يدرون حطيت ليش قاعد تقعد الله لا يوفقه. زيد برا الزون. اوه عليه فتشني كذاب. لا فتشك فتشك. بس مرني اخوك. انا بشغل داري يا عيال، امزح ما اقدر اشغل احد خلاص. بس مرني خليك. هاشم كلهم جايين. هاشم بسرعه فيصل اخوك. انا قاعد انزل. انا اسرع شيء بسرعه فيصل تكفى. اسرع شيء ذا بسرعه مرني بسرعه. اطلع فوق ارجع ورا بدل سواقه اوكي. بدل يا رب الراي. والله بلعب على مضمونه، بطلع برا الزون. احمد الله ما تحصل ضد السلق. احمد يا اخي لا تحطني تحت الضغط، والله بحاول. وش ما معي سلاح، هم يشوفون البث نلعب مع بعض. واذا واحد طب علينا باكس طب عليه كلنا نضربه. ضدنا ثلاثه تكفى يا فيصل. ودلفين ارجع علينا. طيب روق ترى بننزل على البحر اذا هدت. ها ترى انزل. وين بنشغلهم؟ ما
طيب روق معي احمد احمد لو تقدر تصمت لاني صار دمك احمد 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 يعني انت تشعل الزون فوق وخليه يطيحوا تشرب الزون يا عمر اي ما مع وارد يلا اي احمد كمل اخوي دم 98 دم يا احمد كملها سيف احمد كملها سيف خليه يدخل بيحشر الزون يا عمري ايش السريع هي المني هي المني ايوه هي صح هي الاثنين ترى هي الاثنين بالزون بالضبط هي الاثنين لا تضرب بالبيكاكس لا تفكر بالبيكاكس تكفر فكر في الزون اذا خلصت موارد كمان بقى معك اي شيء بيكت والله موارد حلوه ما عنده موارد الحمد لله تكفى يا جمع ترى مع 10 موارد ها بيستغلها بس فطي مره يعني مدك يا عمري يا عمري يا اخي احمد يا اخي وينه ايه غير غير كنسل طب ايوه يا عمري يا ربي مظله ابو المظله لا عادي حديد طول يعني مدك يا عمري احمد بدي اضربه واحده ترى جدا صوت احمد لو تسويها ايوه كفو يلا لا ايش قاعد مسكت بوش علي يا عيال يقطع ام الدهر سامي لا تخليني اقلب التحدي واقسم بجلال ربي اني ما انام لما اتكفى سامي تشخصنا طلعت كذا والله تشخصنا والله يا سامي لا تسوي كذا تكفى يا سامي فيني ليش خلى الكرم قصر مبنى فاتح باب وضيف يا ابو فايز انا طالبك وهذا عقالي اره يا ابو فايز يا ابو فايز والله العظيم انهم يبقون ايش والله الله يعز ربك سعد والله خاف في ناس ترى ما في احد خنطر نزلين تعال فيصل ناصر فيصل اسمعوني يا عيال اسمعوا خطتي راح نطلع الهاي جراوند مره فوق البحر على طول اذا كسروا عينه بطيح على البحر البش ذا
لا 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 ما ادري ليش اشتهيت الدروب اللي على الزاويه هناك على اليمين. عيال الان اذا قفل الزون راح نضطر ندخل معاهم فايت مصيري. لازم ندخل معاهم فايت مصيري. الفايت المصيري هذا في واحد مننا بيطلع معاهم هاي مره فوق. احنا قدر المستطاع ما ندخل معاهم بالسباق، نبي واحد بس، واحد بس يطلع يخلص كل موارده. سعد اشوف انها لك مناسبه. ترى باقي عندنا اثنين. فيصل خلاص. واحد تنوك من الزون. متاكد؟ والله العظيم تنوك من الزون. متأكد الحين؟ باقي اثنين ضدنا بس. يساعدونا والله بيساعدونا ترى. ما تفوق من الزون. يا اخي ما شفت احد. ما شفت احد. والله العظيم الا والله صادق. شوف هناك، شوف هناك. لا تطلعوا هناك، لا تطلعوا هناك. لا تطلعوا هناك، لا تطلعوا هناك. نيسان نيسان لا نيسان خلوني اقفل، خلوني اقفل. سعد لا تطلع شوفك. شوف انا شوف انا ثلاثة، شوف انا ثلاثة. شوف انا شوف انا مع قرادة ها. يلا يا ربي سبيس 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 سبيس. تعال ساعدوني ابغى انا تعال 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 معنا تعال معنا تعال معنا تعال معنا بحطين فتحه هاي يطلع عكسه هاي يطلع عكسه اوه شيت طيب راعي الجلابر هدفنا الاول اوكي راعي الجلابر جاينا راعي الجلابر احمد ما نبغى نذبح بالفاس نهائيا ما نبغى راعي الجلابر لازم نذبح سعد والله لازم يا يعني احنا اربع وسعوا البنايه وسعوا مربع كبير مره حتى لو بيجي ما يكسر نبغى عليك عليك وسع وسع شلون كل شيء راعي الجلابر راعي الجلابر راعي الجلابر انا مع راعي الجلابر في بوكس طبينا اوكي الان قبل فايت قبل فايت انا فوق معهم خلص الحديد وينك احمد وينك احمد يجيك يلا صدقوني مين مكسر مين مكسر مين مكسر 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 طيح علي طيح علي طيح علي طيح علي لا لا ما يمديني ما يمديني دخل دخل الفايت والله كسرت كثير انا مره عندك ما عندك ما عندك ما عندك شبكوها خلاص احلى شيء احلى شيء احلى شيء زون هناك زون هناك احلى شيء احلى شيء انا بقدر ما اطلع بقدر ما اطلع بقدر ما اطلع معنا سمك كبير مواردنا مواردي خايسه والله مواردي خايسه والله تكفى نفسك تكفى لا 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 ما عليكم مني قاعد اماطلهم قدر المستطاع حلو حلو واحد نط واحد فول واحد فول فرشه 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 بس لازم تفرش لازم تفرش ما اقدر حد ما اقدر حد درعمت علينا لا والله مو مستوى واحد على قلب رجاء على قلب رجاء خلاص 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 احمد انزل اخر شيء بكيت 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 احمد ابغى اضربك يا احمد اتعرض بالضربات يا احمد طيب انا مت ناصر اذبح اللي عنده اصل اذبح اللي عنده اللي عندي قاعد يضربني باكس ناصر يا عمر يا عمر عندي يضربني باكس اللي عندي يضربني باكس مدمج اللي عندي مدمج مره كان اللي عندي مدمج مره كان انا وين انا وين انا وين انا وين سمك 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 انا مت 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 الله يلعن ام القهر سعد سعد اقوم من هذا اقوم من هذا ضروري ضروري اقوم من واحد لا يلعن ام القهر ابن وراك مو معك موارد معي موارد صبر سمك 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 اطلع برا اطلع برا اطلع برا اذا ما ركبت اطلع برا معك سمك تذكر عادي عادي لا 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 تحرك لا تحرك لا تحرك لا 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 سمكة حلو تكفى سمكة سمكة وراك سمكة موه الله يطعم من القهر الله يطعم من القهر عندي 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 تكفى لا طير بلش تعالوا نطلع برا الزون كلنا نطلع برا الزون كلنا عادي نطير مرة فوق برا الزون قام هم هناك عيال اذا طلقوا علينا بطلع برا الزون ها خلاص ما عاد فيها لوت يا جماعة سعد تبدل طالع روح دورت المياه وتكرام واجيب اموت بالحشرة يلا روح 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 خليك مكانك امي زيك يا اخي ودي واحد سوى سكادي صفق له اربع الجهول هذا انزل 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 انز
الله يطعم مجدار. فكري احمد فكري احمد فكري احمد فكري احمد فكري بس ركب ليش يدير عندي فوق. قاعد يا عمر يا سعد. مشت 50 يا رجال. مشت 50 ثانية. وفك في سعد. سعد انزل البوكس. افقع سعد افقع. وراك واحد وراك واحد. سبرة. اصر ضرب لي عندك ضربت دمجت مية. انا بطب علي سعد سعد بطب علي كنت طاق معاها انت بضربه باكس. لا هي 100 هي 100 روق هي 100 100 كمي دمجني اصم الناصر ما عادش تقني يخوف. رجعت الكابتن رجعت الكابتن انفجر الكابتن اسحب عليهم اسحب عليهم احمد عليك مالك ناصر سعد جايك خلاص انا بزعل احنا بزعل بقير على النقل جاك الله ياخذه يا عمري جيت عليك يا احمد احمد ضد احمد تعال انا حاول اقلوش لكم يا عيال اصبروا طيحته روحنا بالاكس مع بعض انا علم باكس كلنا باكس امشوا عليه باكس يا رجال طلعت برزون كم مرة دمج اوكي سعد موت سعد جاي سعد اضرب من واحد كلنا باكس يا عمري يا عمري الحمد لله ما بغت تجي يا ربي الحمد لله عمري يا عيالي عمري يا عيالي هيا الله الحمل المحمود ايوه ايوه ايه هسه يا سامي جيش السواحات مسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية انا دع لها الكسر انا تفوق عليك يمو لا يعني محظك خالص والله يلعن ام الغبنة فو عليكم على مندوبكم يا شيخ الله يشيل اطرافكم كانكم وين تقطعون ارزاقنا يا السلك الله لا يوفقهم